حضنت الصالة الحمراء للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري أونما أعمال ورشة حول النحوط بالشباب في ريادة الأعمال والقيادة التي نظمتها شبكة الشباب من أجل التنمية والقيادة في تشاد لصالح الشباب أثناء فترة إجازتهم الصيفية. منسقة شبكة شباب من أجل التنمية في تشات مكة شريف أثناء افتتاحها لأعمال هذه الورشة حثت الشباب على التعايش السلمي والتعاون ما بينهم ونبذ العنف وكل ما يعيق تماسكهم الاجتماعي ونشر ثقافة السلام. وفي سياق متصل تناول المحاضر في هذه الورشة عمر أفندي موضوع بناء السلام والتماسك الاجتماعي لهذا الوطن عبر الشباب الذين هم الركيزة الأساسية للتنمية البلاد والعمود الفقري للأمة. والجدير بالإشارة أن جدول أعمال هذه الورشة ليومه الأول يتطرق فيه المحاضرون إلى بناء السلام والحكم الرشيد وريادة الأعمال والقيادة.